ايوه اللي هو هذا example 3. example 3 عندك اللي هو polynomial، طبعا هذا الحد نفس الحدود اللي قبلها تجدينا بالقانون بالإمات. زين هنا عندك كثيرة حدود 4x ناقص 1. طيب خلينا نشوف الجدول. بالجدول ما في هالشكل، بس أنا طبعا موجود هو بالكتاب الجدول، بس في x تربيع. طب لو جاني x تكعيب وش تسوين؟ الحين أعلم وش تسوين. أو جاك x سادة مثلا، ما في هنا x سادة، ما في x تربيع، أنا أعلم وش تسوين. إذا جاك x سادة مثلا جاك كذا، طبعا خلنا نحطها في الصفحة لحالها. لو جتك ال g of x تساوي 2x تربيع، طيب أو جتك لا أول شيء خلنا نبدأ كذا، جي إكس تساوي 2x سادة، أو جتك جي إكس تساوي طبعا هنا بتصير، ما أنت تعرفينها هي الجي إكس، جي إكس تربيع، أو جتك الجي إكس تساوي 2x تكعيب. طيب كذا عندك هذول الثلاث حالات. أول حالة لما تجيك هذه الواي بي بتكون تساوي أي إكس، بس الواي بي تساوي كذا. ولما تجيك هذه الحالة زائد بي، طبعا اي اكس زائد بي، ولما تجيك هذه الحالة اللي هي من الدرجة الثانية، الواي بي راح تساوي اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي. طيب لما تجيك اكس تربيع، الواي بي راح تساوي التكعيب، اقصد اسفة، اي اكس تكعيب زائد بي اكس تربيع زائد سي اكس زائد دي. كذا موجودة برضو بالكتاب جدول زي كذا في كل التفاصيل، لكن يعني كذا راح تحفظونها بطريقة سهلة. طيب فالحين هنا عندي طبعا هذه نعرف شلون نوجدها اللي هي الواي سي، الحين ابغى اوجد الواي بي. طيب فالواي بي بتكون تساوي اي، طول ما انها من درجة ثانية، اي اكس تربيع زائد البي اكس زائد سي. فلما اشتقها المرة الأولى راح تعطيني 2AX زائد B، والمرة الثانية راح تعطيني هذا بس اللي هو 2A. زين بعدين راح أعوض فيها هنا، راح أعوض في المعادلة الأساسية، فراح تصير 2A ناقص 3 2AX زائد B ناقص 4، وبعدين أعوض برضو ناقص 4 أحط المعادلة هذه، A أس X تربيع زائد B X زائد C يساوي 0. زين الحين أبدأ أوزع طبعا في هنا أو هنا برضو، 2A يساوي لا 2A اللي هو للحين أنا قاعد أحل الواي بي، فاثنين أي تنزل نفس ما هي، بعدين أبدأ أوزع سالب 6AX ناقص 3B ناقص 4AX تربيع ناقص 4BX زائد C يساوي 0. زين الحين أخليها بصيغة، أتوقع قد حليت معكم شيء زي كذا من قبل، خليها بصيغة AX تربيع نفس هذه الصيغة، خليها بنفس هذه الصيغة. زين AX تربيع زائد BX زائد C، فأحط أول واحد حطه هنا في البداية، فراح أقول سالب a x تربيع، وبعدين خلونا نأخذ القلم الثاني، الأشياء اللي فيها إكسات راح أخليها مع بعض اللي هو هذا مع هذا، فراح أقول زائد سالب 6 a ناقص 4 b x، شفتوا تشبه هذه الصيغة، زائد الحين باقي الثوابت اللي هو هذا مع هذا مع هذا مع بعض، راح نقول 2A ناقص 3B زائد C يساوي 0. زين فالحين خلاص أقدر أسويه بالدالة الأصلية اللي هي هذه، راح أقول 4X تربيع ناقص 1 عشان أخذ الحين معاملة، الحين أقدر أخذ معامل هذا مع هذا صح، راح أقول سالب 4A يساوي 4، فA تساوي سالب 1. زين الحين أوجد البي، فراح أقول سالب 6
سالب واحد ناقص طبعا عوض عن ال a ناقص 4 b يساوي 0 صح؟ فال b بالنهاية راح تكون تساوي 3 على الاثنين. خلاص بس وديت وسويت يعني شغل الجبرة، انتم عارفينه زين. هنا راح تكون 2 a ناقص 3 b زائد c يساوي سالب واحد، لأن يعني هنا بدون متغير، هنا برضو بدون متغير له قيمة، فيساوي سالب واحد. فبالنهاية راح تشتغلون وراح طبعا تعوضون عن الأي بسالب واحد والبي بقيمتها، والسي بالنهاية راح تطلع لكم تساوي سالب 11 على 8. وبكذا حلينا السؤال الأخير هذا وخلصت الحمد لله، قصدي خلصت الدرس الحمد لله. وهذه الاكسرسايزز اللي تابعة لهذا الدرس، فاكسرسايز 3.1 اللي طلبته منكم ما أدري من وين جايبته الصدق، ولا يعني قدرت ألقى الدرس. فأنتم الحين فهمتوا زين مرة وعرفنا وش البارتيكل سولوشن، وشو البارتيكل سولوشن والجنرال سولوشن، يعني هي قالت لكم لازم تفهمونها، فهمتوا الحين أنتم مرة زين الحمد لله. الله يوفقكم يا رب وتجيبوا درجات كويسة.